هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان. عطاء بإحسان. هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا. فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه، والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقه في موسمه الرابع، والذي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت مكة المكرمة. نستكمل اليوم بمشيئة الله شرح كتاب الطهارة من كتاب أخصر المختصرات في الفقه بصحبة الشيخ أبو بكر بن سالم باجنيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. نسعد باستقبال أسئلتكم عبر رقم الواتساب الذي يظهر لكم لاحقا على الشاشة، كما ننوه عن ظهور رابط لقياس الفهم في نهاية الحلقة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله بياكم. نستأذنكم شيخنا في إكمال ما توقفنا عنده. تفضل بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله: وطلبوا مكان رخو لبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا في الفصل المتعلق بأحكام الاستنجاء، وقد شرعنا في الكلام على المسنونات، ومن المسنونات طلب مكان رخو لبول. رخو مثلثة الراء، يعني يجوز فتح الراء ويجوز كسرها ويجوز ضمها، نقول رخو ورخو ورخو. وطلب المكان الرخو للبول هذه سنة من السنن. لماذا؟ حتى لا يعود رشاش البول على المتخلي. وقد ورد في ذلك حديث فيه طلب المكان الدمث، المكان الدمث، المكان الرخو، بحيث لا يعود الرشاش على المتخلي. والتنزه من البول لا شك أنه من الواجبات، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في شأن كبير أو في أمر يظن أنه كبير. قال: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله. فهذه من الأمور التي نبه عليها الشرع، فينبغي للمسلم أن يحذر من مثل ذلك. أحسن الله إليكم. قال: ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. نعم، مسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصل الذكر إلى رأسه ثلاث مرات، هذا يسمى عندهم السلت. وورد فيه حديث، ولكن هذا الحديث فيه ضعف شديد، ويعللون لهذا بأنه أبلغ في الاستبراء، أبلغ في الاستبراء. وأما النتر فإنه لا يكون باليد، وإنما يكون بالضغط على عضلات الإخراج، إخراج البول، بحيث يتنزه مما بقي في ذلك الموضع. وفيه أيضا ما ذكرنا من وجود حديث، لكنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان من هذه الأشياء ينفع الإنسان إن كان عنده شيء من ضعف المسالك ونحوها فإنه يكون من تمام الاستبراء. وأما من لا يحتاج إلى ذلك فإنه ينصح بألا يفعل حتى لا يورثه الوسواس. نعم. قال: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة،
ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة، واستقبال النيرين. من ميزات هذه المتون الفقهية أنه يجمع المسنونات في مواضع، ويجمع المكروهات، ويجمع المحرمات المتعلقة بالفصل الذي يتكلم عنه، وهذا حسن جدا ومفيد لطالب العلم. ذكر المكروهات في حال التخلي، فذكر أولها وهو دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، أن يدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله عز وجل هو من المكروهات. وفيه حديث الخاتم الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان فيه ذكر الله عز وجل، وكان يضعه صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب فيه من الصيانة لاسم الله تبارك وتعالى ما فيه. ويبقى التنبيه على المصحف، فهم يصرحون بتحريم الدخول بالمصحف إلى الخلاء ما لم يخشى عليه، ما لم يخشى على المصحف إهانة أو نحوها. وكلام فيه، أي وكلام في الخلاء بلا حاجة، هذا من المكروهات أيضا، أن يتكلم حال التخلي أو في الخلاء إذا لم يكن ثم حاجة. وقد ورد فيه حديث أن الله جل وعلا يبغض الرجلين أو يمقت الرجلين يضربان الغائط يتحدثان أو يتكلمان فيه. نعم، وفي الحديث كلام أيضا. ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، تأخير رفع الثوب حتى يقترب من الأرض هذا أصون للعورة، أصون لها من الانكشاف، ولذا فكرهوا أن يرفع ثوبه قبل أن يقترب ويدنو من الأرض. وبول في شق ونحوه، الشق معروف، وعادة يكون الشق والسرب مستطيلا، والجحر عادة يكون مستديرا، فكرهوا البول في الشق ونحوه. ولعله قد اشتهرت في ذلك قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وأنه حصل ما حصل في قصة الحية ونحو ذلك، وما سمعوا من الأبيات، وذكروا أنها كانت غير معلومة القائل، فقالوا لعلها من الجن، حيث قالوا: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطي فؤاده. فهذا أمر ينبغي ألا يحصل الأذى من الإنسان للجن، فقد ورد أن مثل هذه الثقوب قد تكون للهوام وقد تكون للجن، فإذا كان فيها شيء من الهوام فإنه يؤذيه بالبول، فقد لا يسلم من لدغ ذلك الذي في داخل ذلك الجحر. ومس فرج بيمين بلا حاجة، هذا ورد فيه حديث في الصحيحين، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وهذا أيضا من الآداب التي أدبنا بها في هذه الشريعة المطهرة. مس الفرج باليمين مكروه بلا حاجة، أما لو كانت هناك حاجة فتنتفي الكراهة، كأن يكون باليد اليسرى جرح، أو أن يكون بها مرض، أو أن تكون مقطوعة، وهذه حال ضرورة يعني فوق الحاجة، فينهى عن ذلك. وقد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهنا أطلقوا، قالوا: إذا كان قد نهى عن ذلك حال البول، وهو حال قد يحتاج فيها إلى مس الفرج، فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى. واستقبال النيرين مكروه عندهم، والنيران الشمس والقمر. ورد في ذلك أحاديث فيها أن بهما ملائكة، وأن فيهما نور الله عز وجل ونحو ذلك، لكنها حديث شديدة الضعف.
وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة. لكن من الوجوه التي ذكروها في التعليل أنه ربما لو استقبل النيرين حصل انكشاف العورة، فإذا حصل مثل هذا فينبغي أن يؤخذ بهذا، ينبغي أن يؤخذ بهذا لأنها علة موافقة للمقصود الشرعي من ستر العورات. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. أحسن الله إليكم وإليكم. الآن يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن المحرمات حال التخلي، وبدأ باستقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، وهذا فيه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تستقبلوا القبلة أو الكعبة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكنهم قالوا في غير بنيان. فلماذا جاءوا بهذا القيد؟ جاءت حديث أخرى استفادوا منها هذه الفائدة، ومن ذلك حديث ابن عمر أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة، حفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرقيت يوما قال على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وورد حديث أخرى من حديث جابر وغيره، استفادوا من ذلك أنه إذا كان في البنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء فإن ذلك يكون رافعا للحرمة، فإن ذلك يكون رافعا للحرمة. نعم. قال: ولبث فوق الحاجة، يعني اللبث في موضع التخلي زائدا عن الحاجة فإن ذلك محرم. نعم. وبول في طريق مسلوك ونحوه، وهذا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. واللاعنان الأمران اللذان يسببان اللعن ويجلبان اللعن، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وهنا قال في طريق مسلوك، يعني يسلكه الناس لأنه يحصل به الأذى ويحصل به جلب اللعن. وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، إذا كان ثمرها مقصودا للأكل أو نحوه فإن البول في ذلك الموضع يؤذي الناس. نعم، سلام الله عليك. قال: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ. نعم، الاستنجاء وحده كاف بالماء، والاستجمار وحده كاف أيضا، وهذه من المسائل التي تخفى على كثير من الناس، يظنون أن الاستجمار لا يجوز إلا إذا عدموا الماء، وهذا غير صحيح، فإن الاستجمار وحده مجزئ في تحصيل المقصود والواجب في هذا الموضع. فيجوز أن يستجمر ويكتفي بالاستجمار، لكن لو أنه جمع بين الأمرين هذا أبلغ في تحقيق المقصود الشرعي. قالوا: فالسنة أن يبدأ بالاستجمار بالحجارة أو الورق أو نحوهما ثم يستنجي بالماء، فهذا أبلغ في تحقيق المقصود الشرعي. ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن أيهما أفضل، أن يستنجي بالماء وحده أو يستجمر بالحجارة وحدها أو نحوها؟ الأفضل كما ذكر المصنف الاكتفاء بالماء إذا أراد الاكتفاء بأحدهما. نعم. قال: ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقي. نعم، هذه شروط ما يستجمر به، أن يكون الذي يستجمر به طاهرا، فلا يستجمر بنجس، لا يستجمر بنجس،
وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتي بحجرين وروثة، في بعض الروايات أنها كانت روثة حمار أجلكم الله، فقال إنها ركس، فقال إنها ركس عليه الصلاة والسلام. وقد علمنا أن روث ما يؤكل لحمه في المذهب، روث ما يؤكل لحمه طاهر، لكن جاء نص في النهي عن الاستجمار بالروث مطلقا، فهنا نقول حتى لو كان الروث طاهرا كروث الشياه من الغنم أو ما يؤكل لحمه فإن ذلك لا يستجمر به. نعم، لأنه سيأتي بعد قليل أنه يحرم أن يستجمر بالروث. قال مباح، فإذا كان محرما فإنه لا يصح الاستجمار به. يابس، فإذا كان رطبا فإنه لا يحقق المقصود الشرعي، لأن المطلوب في الاستجمار أن يعود المحل إلى ما كان عليه من خشونة، المطلوب في الاستجمار أن يعود المحل إلى ما كان عليه من خشونة قبل خروج الخارج، فهذا هو المطلوب. فأن يبقى شيء لا يزيله إلا الماء، لو أن الإنسان استجمر بالورق أو الحجر أو نحوهما فبقي شيء لا يزيله إلا الماء فقد أدى الذي عليه. منقن، الإنقاء يعني إزالة ما ذكرنا، والإنقاء هنا بما ذكرنا كذلك، فأن يعود المحل إلى خشونته التي كان عليها قبل خروج الخارج، وفي الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. نعم. قال: وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. نعم، يحرم أن يستجمر بالروث، وقد جاء في هذا حديث سلمان رضي الله عنه عندما قال له اليهودي: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يستهزئ، فقال: نعم. وذكر مما ذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، فهذا مما نهي عنه، فالروث والعظم يحرم الاستجمار بهما. قال: وطعام، لأن الطعام له حرمة، وفي ذلك إتلاف للطعام، ولو كان ذلك الطعام طعام البهائم، ولو كان ذلك الطعام طعام البهائم. وذي حرمة يعني ما كان محترما ككتب العلم، فإن استعمال شيء من ذلك في الاستجمار فيه امتهان للعلم. ومتصل بحيوان كذنب الحيوان المتصل به، فهذا يحرم الاستجمار به لأن فيه إيذاء للحيوان. نعم. قال: وشرط له وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وثلاث مسحات منقية فأكثر. نعم، شرط للاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة. حتى نفهم هذا الشرط نضرب على ذلك مثلا، في قضية البول الآن، العادة أن يكون البول في الرجل على رأس الذكر، فلو جاوز الموضع المعتاد وأصاب البول الفخذ، هنا جاوز الخارج موضع العادة، فما الحكم هنا؟ الحكم هنا أنك في الموضع المعتاد تستجمر، لا إشكال في هذا، يجوز هذا، وأما الموضع الذي هو غير معتاد الفخذ فإنه لا بد من غسله بالماء، لا بد من غسله بالماء، لأن هذا من قبيل إزالة النجاسة، ولا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور. قال: وثلاث مسحات منقية فأكثر. هذا ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في الأحجار الثلاثة، ومنها حديث سلمان أيضا رضي الله عنه.
استفيد من بعض الأحاديث الأخرى ذكر المسح، فقالوا إن المقصود ليست الأحجار الثلاثة عينها، وإنما المقصود حصول ثلاث مسحات تحصل المقصود أو تؤدي المقصود. فلو كان هناك حجر كبير له ثلاث شعب، له ثلاث شعب، ومسح بكل شعبة منها، بكل طرف من هذه الشعب الثلاث، وحصل الإنقاء، فإن ذلك يكفي، فإن ذلك يكفي. لكن لا بد من الأمرين. الآن أقل الاستجمار ثلاث مسحات، فلو أنه مسح مسحتين وحصل الإنقاء هل يكفي؟ لا يكفي. الجواب لا يكفي، لا بد أن يتمم ثلاثا على الأقل. ولو أنه أتى بثلاث مسحات ولم يحصل الإنقاء بعد، فما الحكم؟ لا تكفي، لا يكفي ولا يجزئ ذلك، بل لا بد من حصول الإنقاء. فلو أنقى بأربعة، أي بأربع مسحات، فما الحكم؟ نقول حصل المقصود وأجزأه ذلك، ولكن يسن له أن يقطع على وتر في الاستجمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استجمر فليوتر، وهذا على سبيل الاستحباب. فلو أنه مسح أربع مسحات حصل بها الإنقاء، فإننا نقول له: أجزأك ذلك، ويسن لك أن تزيد واحدة لتحصل سنة الإيتار. نعم. في قضية عدم تعدي الخارج موضوع العادة، مثال آخر: الخارج من الدبر، لو أن الخارج من الدبر انتشر على صفحة الألية، هنا جاوز موضع العادة، لا بد في هذا الموضع من الماء، لا بد من الغسل بالماء. نعم. سن الله عليكم. قال: فصل: يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها، وتغير فم ونحوه. نعم. وسنة بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، والدهان غبا، واكتحال في كل عين ثلاثة، ونظر في مرآه، وتطيب واستحداد، وحف شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط. نعم. هذا الفصل الجديد جاء بعد فصل الاستنجاء، والكلام في فصل الاستنجاء إنما جاء به لأنه مقدمة للصلاة، لأنه مقدمة للصلاة، ويحتجون بالرواية التي جاء فيها: اغسل ذكرك ثم توضأ. قالوا: وثم تدل على الترتيب، على الترتيب. فقالوا: لا بد من أن يكون الاستنجاء مقدما على الوضوء. نعم. ثم تكلموا على السواك وسنن الفطرة، لأن السواك عادة يكون قبل الصلاة أو مع الوضوء، يكون قبل الصلاة أو مع الوضوء، وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. وجاء في بعض الروايات ذكر الوضوء. السواك يطلق على الفعل، وهو فعل الاستياك، ويطلق أيضا على العود الذي هو المسواك، فهذا يسمى سواكا وذاك يسمى سواكا أيضا. قال: يسن السواك بالعود كل وقت، أي أن السنة أن السواك في كل حين هو مسنون. وقد دلت على السواك حديث كثيرة، وصنف فيها بعض الأئمة مصنفات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذه السنة. قال: إلا لصائم بعد الزوال. الزوال مبدأ وقت صلاة الظهر، فالأصل أن يؤذن أذان الظهر عند هذا الوقت، عند هذا الوقت. قال: إلا لصائم بعد الزوال فيكره. ورد في هذا حديث علي رضي الله عنه: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الحديث فيه ضعف
ظاهر، لكنهم أيدوا هذا ببعض العلل والتعليلات، فقالوا إنه يدل على هذا أن هذا الذي يصدر من الصائم وينبعث منه حال صيامه هو أثر عبادة. قالوا وأثر العبادة يكره أن تزال، كما هو الحال في دم الشهيد إذا كان عليه. قالوا هذا أثر عبادة، فلهذا جاء في شأن الشهيد أنه لا يغسل. نعم، وكذلك شعث الحاج، الله عز وجل يحب أن يرى هذا الأثر، أثر العبادة من العبد. ويتأكد عند صلاة ونحوها، يتأكد السواك متى؟ عند الصلاة وعند نحوها، مثل الوضوء، مثل الوضوء. وتكلموا في أي موضع يتأكد ويستحسن أن يستاك في الوضوء، فقال جماعة منهم يكون عند المضمضة، يكون عند المضمضة. وتغير فم ونحوه، تغير الفم له أسباب كثيرة، قد يتغير الفم بطعام أكله، وقد يتغير بطول السكوت، طول السكوت، وقد يتغير بسبب غير ذلك. فعند تغيره فإنه يتأكد السواك. وورد في السنة أمور أخرى، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما يبدأ إذا دخل بيته يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام، وكان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني يدلك أو يغسل. نعم. قال وسنة بداءة بالأيمن، يقال بداءة ويقال بداءة، البداءة بالشق الأيمن في السواك، هذا من السنن. وقد سبق حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن أو التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وجاء في بعض الروايات وفي سواكه. نعم. ثم بعد ذلك ذكر الادهان غبا، هنا يتكلم عن خصال الفطرة وما يشبهها. فالادهان أن يصيب شعر بدنه وبشرته بالدهن، ومعنى كونه غبا أن يفعل ذلك يوما ويتركه يوما. فهنا جمع بين فائدة استعمال الدهن، وكذلك فيه شيء من التخشن والتمعدد. واكتحال في كل عين ثلاثا، لحديث اكتحلوا وترا وادهنوا غبا. نعم. ونظر في مرآة ليحسن من هيئته، فالنظر في المرآة إنما يقصد لتحسين هيئة الإنسان. وتطيب، وهذا ورد فيه أنه من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه مثل ذلك. واستحداد، الاستحداد إزالة الشعور التي تكون على القبل ونحو ذلك بالحديدة، بالموسى ونحوها، فإزالة شعر العانة. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم في نحو إزالة شعر العانة وحف الشارب ونتف الإبط وتقليم الظفر 40 يوما، 40 يوما. وجاء عن الإمام أحمد أنه كان يرى في حف الشارب ألا يبقيه أكثر من أسبوع، لأنه يكون بذلك وحشيا، أي أن صورته تشبه صورة الوحوش ونحو ذلك. نعم. فهذه السنن التي نص عليها المؤلف رحمه الله تعالى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بهذه الخصال، فيها النظافة وفيها تحسين الهيئة وفيها مصالح صحية للمسلم. نعم. استأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل قصير. تفضل. مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ونعود لكم بمشيئة الله تعالى.
الوضوء شرط لصحة الصلاة، وهو تطهير للأعضاء الظاهرة بالماء تمهيدا للدخول في الصلاة واستعدادا لمناجاة الله تعالى، وهو باب لتطهير الجوارح من الخطايا والذنوب. ففي الحديث: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وللوضوء آداب ينبغي للمسلم أن يراعيها، منها استعمال السواك في بدايته عند المضمضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. إسباغ الوضوء على المكاره، وذلك باستيعاب المحل بالغسل بحيث لا يمنعه برد ونحوه من تمام غسل العضو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال القاضي عياض: وإسباغ الوضوء تمامه، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. ومن آداب الوضوء التيامن، وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتناعله. الاعتدال في استخدام الماء وتجنب الإسراف فيه أو صبه من غير حاجة. قال تعالى: إنه لا يحب المسرفين. عدم الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على 3 مرات، فإن ذلك من الإساءة والاعتداء. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم 3 3، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. الحرص على أداء سنة الوضوء، وذلك بصلاة ما قدر له من الركعات بعد الفراغ من وضوئه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله عز وجل. نستكمل ما توقفنا عنده في فضيلة الشيخ، استأذنكم في القراءة. تفضل. حياكم. قال: وكره قزع ونتف شيب وثقب أذن صبي. نعم، ذكر هنا بعض المكروهات المتعلقة بمسائل خصال الفطرة، فذكر كراهة القزع، والقزع أخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه، وهذه الحقيقة من الأمور التي جاء الإسلام بالعدل فيها، في أمور كثيرة يلمح وجود العدل في الشريعة، وهذا مما جاء العدل فيه شرعا. ونتف شيب، جاء في نتف الشيب أن الشيب نور المسلم، فلذا كره نتف الشيب. قال: وثقب أذن صبي، وهذا يخرج الجارية، لأن الجارية تتحلى، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالجارية تحلى ويثقب أذنها ولا يكره ذلك، أما الصبي فيكره ثقب أذنه. نعم. قال: ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله، ويكره سابع ولادته ومنها إليه. نعم، يجب الختان، هذا الذي عليه المذهب عند الحنابلة، أن الختان واجب، وهو من خصال الفطرة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام، ومما أمر به إبراهيم عليه السلام الاختتان، وقد اختتن بالقدوم وهو ابن 80 سنة. وقوله بعيد بلوغ، هذا وقت الوجوب، لكن السنة كما ذكر أن يكون قبل ذلك،
وكلما كان هذا باكرا فإنه يكون أهون على الصبي وأخف عليه، لكنهم اشترطوا أن يكون ذلك مع أمن الضرر. وهنا أنبه إلى أن ما يسمى بالختان الفرعوني، هذا النوع من الختان الجائر، هو ختان محرم لا يجوز، وإنما الختان الذي عرف في صدر الإسلام هو أخذ شيء من قلفة البظر عند المرأة، أخذ شيء يسير دون إنهاك من قلفة البظر لدى المرأة. وأما ما يفعل في بعض البلدان من تجاوز هذا فهو اعتداء لا يجوز بل يحرم، وفيه إضرار بالفتاة، ويكره سابع ولادته ومنها إليه، يعني يكره أن يختن في سابع ولادته، في سابع يوم من ولادته. قالوا فيه تشبه باليهود، ومنها إليه يعني ومن الولادة إلى السابع، هذا أيضا مكروه عندهم. نعم، لعل هذا أيضا فيه أن الصبي ما زال فيه شيء من الضعف أو نحو ذلك، فلعل هذا أيضا يضاف إلى ما سبق. نعم. قال: فصل: فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة. نعم، أحسنتم. الآن الكلام على فروض الوضوء، يعني عندما تكلم عن السواك وخصال الفطرة جاء الآن الكلام على الوضوء، وبدأ بالفروض، والفروض كالأركان، أي أنه لا بد من المجيء بجميع هذه الفروض، هذا هو الأصل. وأصل هذه الفروض الآية التي في سورة المائدة، التي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فأول الفروض غسل الوجه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهذا الفرض الثاني، وامسحوا برؤوسكم، وهذا الفرض الثالث، وعند المصنف هنا جعله الرابع. نعم، وأرجلكم إلى الكعبين، يعني اغسلوها إلى الكعبين، وهذا هذه الرابعة. فهذه الفروض الأربعة المنطوقة هنا في هذه الآية الكريمة، وذكر الترتيب، واستدلوا على أن الترتيب فرض بأن الله تبارك وتعالى قد انتقل من الغسل إلى المسح ثم عاد إلى الغسل. قالوا: لا فائدة من مثل هذا، من قطع النظير عن النظير، إلا الترتيب، فلزم أن نوجب الترتيب. وكذلك قال بعض أهل العلم إنه قد انتقل في الآية من القريب إلى البعيد، فالوجه قريب منه الرأس، فلماذا انتقل إلى الأعضاء البعيدة وإلى إلى أعضاء بعيدة ثم أعيد الكلام على الرأس؟ فقالوا: هذا لا فائدة منه إلا الترتيب فيما يظهر، فلا بد من الترتيب بين الأعضاء المذكورة. نعم، الأعضاء المذكورة. وموالاة، الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، حال اعتدال الزمان والمكان. فالتأخير الذي يؤدي إلى جفاف العضو الذي قبله دون أن يكون هناك ريح شديدة أو سبب من الأسباب، فهذا يلزم منه أن يعيد الوضوء، يلزم منه أن يعيد وضوءه. نعم، فهذه هي الفروض. ومن المسائل التي ينبه عليها هنا مسألة غسل اليدين إلى المرفقين. كثير من الناس إذا جاء يغسل يديه إلى المرفقين اكتفى بالغسل لما بين الرسغ إلى المرفق، ولم يدخل اليد الكف وظهر الكف، لا يدخلها في الغسل في ذلك الموضع بعد غسل الوجه. وقلنا إن هذه الفروض لا بد من المجيء بها، هي كالأركان في الوضوء. والمضمضة والاستنشاق عند الحنابلة
هي من الفروض أيضا. قالوا لأن الفم والأنف من الوجه، واحتج الإمام أحمد على أن الفم والأنف من الوجه بحجج بعضها عقلي بعضها عقلي، إذ إن الفم والأنف في حكم الظاهر وليست في حكم الباطن. ومما ذكره رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصوم، فإن الصائم إذا أدخل الماء إلى الفم فإن ذلك لا يجعله مفسدا لصومه، فقال فدل ذلك على أن الفم في حكم الظاهر وليس في حكم الباطن. وكذلك شارب الخمر لا يحد إذا وضع الخمر في فمه ما لم يجاوز ذلك إلى الجوف ونحو ذلك. نعم. قال والنية شرط لكل. نعم. وفوق ذلك ما ورد في الحديث إذا توضأت فمضمض. نعم. فقالوا هذا أمر والأمر للوجوب. نعم. قال والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة لذلك. نعم. النية شرط لكل طهارة شرعية. الطهارة عمل أو ليست بعمل؟ عمل. الطهارة عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فكل عمل لا بد له من نية، كل عمل لا بد له من نية. فلذلك النية شرط لكل طهارة شرعية، وضوء أو غسل أو غير ذلك. نعم. ثم استثنى من ذلك إزالة الخبث، إزالة النجاسة لا يشترط لها النية، لا يشترط لها النية لأنها ليست مقصودة لذاتها. وغسل كتابية لحل وطئ، دل الدليل على أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية اليهودية أو النصرانية إذا كانت عفيفة، إذا كانت عفيفة كما جاء في سورة المائدة. فإذا امتنعت من الغسل، إذا امتنعت الكتابية من الغسل بعد انقطاع حيضها مثلا، وزوجها يريد أن يطأها، فهنا كيف تكون النية؟ قالوا النية هنا غير مشترطة، النية غير مشترطة. أولا لأنها كتابية ليست بمسلمة، والأمر الثاني لأنه يتعلق بذلك حقه. وكذلك المسلمة إذا امتنعت من الغسل، امتنعت من الغسل، قوله لذلك أي لحل وطئ أيضا، إذا أراد أن يطأها زوجها فهذا حق له. فإذا امتنعت من الغسل فهنا لو أنه غسلها أو غسلها فليحل له وطؤها فإننا لا نشترط النية لذلك، لأن فيه مصلحة وتحصيلا للحق الذي له. نعم. قال والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. قال التسمية واجبة، وقد ورد في التسمية حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد جاء عن الإمام أحمد إعلال هذا الحديث، قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله إعلال هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن هذه رواية عن الإمام أحمد وهي المعتمدة في المذهب، أن التسمية واجبة للوضوء، وكذلك الغسل لأنها طهارة تتبع الوضوء في الحكم، والتيمم كذلك طهارة شرعية، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. هذه المسألة من المسائل التي انفرد بها الحنابلة عن المذاهب الثلاثة، واستدلوا لهذه المسألة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده.
والحكم هنا تعبدي عند الإمام أحمد، الحكم هنا تعبدي أي أنه غير معقول المعنى، غير معقول المعنى، ليست مسألة يقاس عليها، وإنما من قبيل التعبد بما أمرنا به. فقال وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. نعم. وتسقط التسمية سهوا وتسقط جهلا، يعني لو أن المتوضئ نسي ذلك فإنه لا ليس عليه شيء ووضوءه صحيح، وكذلك لو كان يجهل أمرها. نعم. قال ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاثا تعبدا. نعم، المسألة التي سبقت قبل قليل فيما يتعلق بالتسمية لغسل يدي قائم من نوم ليل ناقضا للوضوء، والآن ذكر البداءة بالغسل، قال وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. الآن هذه المسألة متعلقة بالوضوء، فغسل اليدين في أول الوضوء لمن لم يكن قائما من نوم ليل ناقض للوضوء، ما حكم هذا الغسل؟ سنة. وأما ذلك الغسل فهو واجب، واجب إذا قام من نوم الليل الناقض للوضوء. نعم. قال ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل اليدين، يعني من سنن الوضوء بعد أن تكلم على فروض الوضوء انتقل إلى سنن الوضوء، فذكروا من سنن الوضوء استقبال القبلة، ويذكرون هنا حديثا إن خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلة، ولأهل العلم بالحديث كلام في هذا الحديث. وسواك، وقد ذكرنا السواك وأنه من سنن الوضوء، وأن يبدأ بغسل اليدين في أول الوضوء ما لم يكن قائما من نوم ليل ناقض للوضوء. نعم. قال ويجب له، له تعود على أي شيء؟ يعود الضمير في قوله له على غسل اليدين للقائم من نوم الليل. إذن الذي قام من نوم الليل الناقض، النوم الناقض للوضوء، يجب أن يغسل اليدين ثلاثا، قال تعبدا، تعبدا. نعم. بسم الله عليكم شيخنا، الإعلام نتوقف عند هذا القدر ثم نكمل في حلقات القادمة إن شاء الله تعالى. هيا ننتقل إلى الأسئلة إذا أذنتم. تفضل. هذا سؤال وردنا في الحلقة الماضية ولم نستطع الإجابة عليه لضيق الوقت، يقول السائل ما معنى لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، ما الفرق بينهما؟ نعم. أولا رفع الحدث، لعلنا عرفنا الحدث بأنه وصف معنوي يقوم ببدن الإنسان، وصف معنوي ليس وصفا حسيا، وهذا الوصف يمنعه من صحة الصلاة ومن صحة الطواف ومن جواز مس المصحف، فهذا هو الحدث. كيف يرتفع هذا الحدث فيصح لنا أن نصلي ويصح لنا أن نأتي بالعبادات التي ذكرنا؟ يصح هذا إذا ارتفع الحدث، يصح إذا ارتفع الحدث. هل كل ماء يرتفع به الحدث؟ بمعنى لو أنني توضأت بماء زعفران هل يرتفع حدثي وتصح صلاتي؟ الجواب لا. إذن هذا معنى قولهم لا يرفع الحدث. وقولهم لا يزيل الخبث أي إنه لا يزيل النجاسة التي تكون في الثوب أو في البدن أو في البقعة التي يريد أن يصلي فيها الإنسان، فالذي يزيل الخبث هو الماء الطهور، لا يزيل النجس الطارئ على المحل إلا الماء الطهور، فهذا معنى رفع الحدث ومعنى زوال الخبث. نعم. طيب حفظكم الله يا شيخ، في سؤال آخر وردنا
على رقم البرنامج قال: ما الفرق بين الاستجمار والاستنثار؟ نعم، الاستجمار هو إزالة الخارج بالجمار، الجمار الحجارة الصغيرة، فهذا الأصل أن لفظ استجمار إزالة الخارج من السبيل بالحجارة الصغيرة ونحوه. وأما الاستنثار فهو ما يفعله المتوضئ إذا استنشق الماء، فإنه بعد ذلك ماذا يصنع؟ يخرج هذا الماء بنفس أو بقوة من الأنف، هذا يسمى استنثارا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، نشكركم على الإيضاح والشرح جزاكم والإجابة الله على الأسئلة، بارك الله فيكم، نفع الله بكم. مشاهدين الكرام، طابت أيامكم ونلتقي بكم إن شاء الله في الحلقات القادمة، ونشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان. هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه، من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون، به درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا. فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه، والكل مأجور.